الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. وكل سنة هي بعث أبي موسى، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس ومعاذ بن جبل دردو ذي نبقى أودري عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، يمن أودري قبل حجة الوداع. حجة الوداع كهر سنة كتبنات بوها حجة الوداع كهر بو نبقى أودري عليه الصلاة والسلام لبدا السحابية جليلك لبدا وضبنا أصل اليمن بيهايين دعوة الله أودري عندك أي جارسيان رير يمنيت وتوحيد كجارسيان والرسالة رب العالمين أي جارسيان ونبي محمد أصو ديري أصو ديري هدين نقطة وحي حقوقها نضدك الله كلا قضاء أو قضاء هي حكم هي كلامامل هي خلافات كدح جيرانا إنا هي كلا حكمان ضد المسلمين أنا هين دي جيران أيضا حقوق دي هي جيتكو دي لمرين أيضا أي مريان جزية دي هي وحي لميتكها أرما فربضان أو إسوان أو آد فربضان بالله ديري رضوان الله عليهم جميعا. وأنا دابق الرسول عليه السلام يدقن كيسوها وحي وقاري كلنا إنو قارو وحي كلنا أصحابتي سأي وكيلك هذان ويدعوة يدين تدك قارسيان أو ديره رك دعادة إنو دعادتك قارسي يدين تأو ديره رك مدح ضائه لغا يابا إني كبر إيوح كتاقين يهينا وراقو أقول جري رسولك عليه الصلاة والسلام وكهض لايو وحال الله صدري يوحال لقربو. بسم الله الرحمن الرحيم انتو كب الله ومقع عيسى وقدر بسم محمد من محمد رسول الله مقع عيسى وشاغة المانتيس الرسول لمضع أيوة أوي يرجر وليه جري أسلم تسلم إسلام قفكاس ما دحضا أهو إنا إسلام تانا نبت قليكو وجرتاي الدنيا خرب أرقب كدي من الصحابة دي سنة وأودي رجري أرين تانا مركب حاويان وأرين وراكسن ورق الدعادة إنا بعثات أي أبحان ووح وناكسن أولا اسكر ربوي. قال حدثنا موسى موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز عن أبي بردة أبي بردة نك اللي يراه ذا أبو موسى كورينا يا والكسيبوها يا ما هي مدو راوي كوري لا بد والله هذا الله وراوي كوري أسقوي روادي سو كمدي عبد الملك أنا عبد الملك ابن عميروي عن عبد الملك عبد الملك بن عمير عن أبي بردة قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبقى وحود دري أبا موسى ومعاذ بن جبل بو إلى اليمن يمن ودري نقول كرد يمن لا يرهدوه اسم بدل قال وحير وبعث كل واحد مدول بأو منهما لبدا سحابي كمذا وحود دري على مخلاف قبل قبل الذي يمنيت كمذا ولبدي قبل إقاليمتي من حق عظم الله دري من حق صنعاء الله دري لبدا جهي كلاقاتين. قال وحير إنك اللي يرادو أبو بردة حديثك ورنا يا واليمن ويمننا مخلافان لبا قبل بيهد يمن أو قيب سميسي. ثم قال النبي عليه السلام مركو ديره يبو لدر دارما وحكو يري يسيرا فضوذي أو ولا تعصرها عسليننا دين تينا يا شريعة دينا يسري بيوباهمتاي يسري بها الله صدر النبي عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة النبي عليه هذا الكسيب كميته وحال الله صدر الحنيفية حق مركة لك هذا لا يعقيدة ودين توصن وانا قونين وح اسكو دردرة شركي ايو ألا غيركي لما وقلو حقا يتوحيدك يعقيدة وانبايكو سوكو توصنته
حكامة الشريعة هذا مركز لقاها ضلاية مرونة لها هذا مرونة ذا وحق أحكامته صلي قائمة فإن لم تستدع فقاعدة فإن لم تستدع فعلى جنب بليل سيدي مركز هذا أسهل أنقفك أسهل قري كستغر يلا إيمانا يا عقيدة ذو سيد وحويان سيدي تاين لو قاتوي ولا تعصرها كل عصليننا داعيك وحكمتها استفادك لأمر رأيه وقولا له قولا لينا موسى يا هارون بالولى يا فرعون لا درايه هذا القبوة كل أحسن كلها معنى يدون معها إن إنها لقى الله بتمنكرك أو لقى حشاده أو لرهب له كرن حنن أو يهو خرارين وحكود حجري يا رماها معنى يدون معها سيدي تابع لو وش يا وحويان سلوبك يا قابك يا حكمة لقى هذا لايا وحاجر توحل يرى هذا المدارات يا وحل يرى هذا المداهنة لبضع صوبان إن لك الإلاريه مداهنة ذو حويان قفك إنو كتنازل شيء من الدين لمصلحة دنيوية دين تسينو وحك تنازل أو كقابي أسوى الدنيائي وفيرنا يعرمك لي مدارات كنا وحويان تنازل عن شيء من الدنيا لمصلحة الدين إن قفك نساقع عرسكي وحي ديوكو صاب صناعة أو كتنازل شو سيوى ناسر كقابي شو سي دين توصو قاعتو وصو قلو مركب مداهنة لما أقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون نبي عليه السلام قال لو يري إن هذا مداهنة يسير ربان وطشد عضاد أيها وحقا تنازل شو أيها أنا يحكا تنازلان ومال لحال اسكوه ما هذا حقا لإيمان وضدك ودان الربائن اسكوه ما هذا حق وحق ويتبع أما مدارات كل إما لها وإن القفك هذا الكوجي العيسو هذا حكمت كل هذا شو أما أنها دون مضيئ هذا ما أنتقه نبي السدو ليه تريه وكان إلهي رقل عظيم الروب روم مدحضو هذي بوديجة مدحنا ما أقرأيا وحيالها سوحبا دباتا مالها قلبي غاذنا آت كئن كرسنتهاي إنا لنكاشر وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم صحابة سادي جرتي وجه أن تنفر فراء قلبي أنا كلا عنا ذي جري معنو حويان دي وحا ظاهر كاذنا يعني لقد ذن ولاءها يا عقيدها أنا كتنازل معنا وصص حكمتنا كثيرانين وبشرا بشاري او ولا ترفرا ذاتك هكا في جنينة في جنينة بشرا بشارة وحكا كسور جيدو قابشا النذارة نذير بشير نذير بو نبيه عليه السلام انو ذكو بشارة ايو خير كي وناك وحي سمينا يار ان الجنة كو قليان قفكي وحاس سمينا ويا واجباتك اوامرتي حمانتي منكر كودا عانا ان لود ديغو عذاب لكن هذا بشرا وحال قابلي ولا ترفرا معنى يدر وحويان ذاتك خير كو بشارة ايو una diga laakiin digniinta yana noqonin tanfiir iyo fogaan dadka la caydeeyay noqonin oo luwaadkeynin oo suluub xun la hadlin fa dalqa waatay labada dardaaranka soo raaciyay saxaabadi nabiga kaleey salaatu wasalaam fa dalqa kullu waahid min huma mid kasta oo labadooda kamid ila amali shaqadiisi buu aaday iyo meeshii loo diray muhiimadiisi wa kana kullu waahid min huma labadooda mid kamida wuxuu ayda saara fi ardihi dulkiis iyo gobolkii loo diray markuu dhax socdo kaana qariiban wuxuu u dhawaan jiray min saaxiibii saaxiibkiis ama kaana uu ahaada qariiban mid u dhow min saaxiibii ahdatha bihi wuxuu cusboonaysiin jiray ee jaddada ahdan zamanka saaxiibkiis inay wada kulmaan iyo zamanka kulankuu cusboonaysiin jiray fa sallama calayhi wa salaam jiray haddii la kala maqnaado wuxuuga uu isku soo dhawaado midna uu magaalo iyo tuulo iyo meel buu soo dhawaado kanna uu soo yar dhawaado xuduudkii way isku iimaan jireen say isku wareystaan oo nin wabniga kale khibradiisa uga faa'iidaysto oo isku wareystaan oo isku salaamaan fa saara mucaadu mucaad baa dhex socday fi ardihi dhulkii loo diray qariiban xaalu u dhow yahay min saaxibihi abi muusa abi muuse meel u dhow buu socday markaasaa loo sheegay muuse kama dheera fajaa waa u yimid yasiiru calaa baqlatihi mucaad oo baqashiisii saaran baa abu muuse soo booqday xataa intaha ilay waa u imaaday waidaa huwa jaalisun abu muuse alashcari waaba fadhiyaa waqad ijtamaca ilayhi annaas dadkiina waa ku soo aruureen وإذا الرجل النبأ عند وقتيس قد جمعت لكل مية يده ولبدي سجعمود إلى عنقه لقنتيس نبأ في جيسان وحران أو قميص تلسكو حري لقنت لقو حري فقال له معاذ بأو حكير يا عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري أيما هذا كان واكما محويه نين كان حران بالقصة دي سيشك قال وحي هذا الرجل نويا كفر قالوا بعد إسلامه إسلام ماذا كذبوا قالوا إسلامك الله قبحنا حد شرعها كتا الله وحكام الردة مركا قالوا بو نقضي مركو إسلامي كذب
هذا قال لماذا قف وسكت جيرو لا يكره في الدين إنه قص بماية لكن فضل الله أننا نسوا قليل دين تانا فوضها سود حقلين دعائنا يبوقنا كفر وأن قالي وأن بيحي معنا إذا وحويان واحد هيستين أنا هذا وحبك كما جيروا قال هذا وحيديه كرين انت أدر رميسان نسك هوري نسك دمنا صلى الله بتوكفر وآخير ولعلهم يرجعون إن يصور الدريران ما لقاها انت صور الدريران مسلم أنا هدانا توحيدك الله قبطه يا عصر كنا الدريران يقول لا وحن وحن وحسان مولا ينماها مركا هو تاكتيك حن أو دين تلقو بربورين أيو سادر تيد با طلابة أذك لقا قاضا إياها أيها صور دون توير ربي كسوة قادر إسلامك قال وحجر الله أنزل كدقي مهيب المعادري فرس كيقا ما بقش إذا حتى يقتل إلى نينك اللي قدره كدقي مهيب وانين اللي انفوضك يا قال وحر انما جيء به وحاهم الله كير لذلك الا الدلاء والله كير فانزل سودك قال معاد وحجر ما انزل ما سودك حتى يقتل الى لقدره فامر به مركز صواب موسى امر انك الا الدلاء فقتل لدل ثم كذب ونزل كسودك بقشي فقال وحجر يا عبد الله والس ورئيسي كيف تقرأ القرآن وحكى لما جرت تذكر ما دحضا ومده وحيكوه قامنا يعني خير كي وناق يقال ربا قدوين نقضان وضيشاي نقضان قرآن بالس ورئيس رأي انتي وح كلاو فربضن دتكو ايمانتا اسوريستان وحال اسوريستان اي وحاويان وحيقي سماوي هاي عركي روكي اسكو حداي الدون كان الهي او قطة لقالين لقود لقو كيف تقرأ القرآن قرآن كسيد واخرسا قال وحوي لأتفوقه وان حسك ميستا تفوقا حسك ميسي حسك المتقانا حسكين دوا قيل الله استعمالا وحاويان حيوان الهي بركيه ومركا حد الله اللي سهال ساعدي كسو وريكتو ونريكتا هدان لقصو اللي حيوي اسأركار ويرسطو هذا هو مجبيسة وحسكنيسة وحيكنيسة عانا يكين ولا قال لي سيدنا شيكا كلا على قصة بروحنا يا مركا انت ير أمبانية قرآن اسمه جنهي بكوضة التفوقه وان حسك ميسا تفوقا انت حسكن اي ناف حسكذو اجيلا ايان قرآن كان موقع مركا جوغب هذا وحي يربا هذا هو وانكيع وان اخرين وحي يربا جوغب هذا هو اخرين بوليه ساسا قرآن كهالكا وقصة كتاقنا قال وحوي المعاد ابنك اللي تاب موسى فكيف عذبوا تقرأوا سيد آخر الساعة أنت عذبوا يا معاذ معاذ عذبوا سيد آخر الساعة قرانك قال حجر أنام أول الليل أنا هبينك نسكي سهر واسع حضا فأقوم مركز نسكي دمنا صوكعا والحال قد قضيت أن بقوم قلت جزئي قيبت إذي من النوم هردان كلها أنا نفت إذي راحة إذي يدقنانت إذي عجز كي يقب حيو قيبت إذي سي مركز فأقرأوا أخرنا يا ما كتب الله لي وحو له يقرأ قرانا أي مركز أخرنا يا آخر الليل فأحتسبوا وحن حسابنا يا نومتي هردان إذا كما احتسب سانو حسابنا يا قومتي استاقية صلاة الليل قومتي استاقة انتاقنا هيسانو حسابنا اجر يعني هردانو حسابنا هردان هردان معها اسك هردان وهردان الله ديار صنع ان عبادها للوه جهل وقاله او النشاط عبادة دي قراءة القرآن كي صلاة الليل كي اذو النشاط صن انا اتقشع للربا او عرب كادي قلبك على اسقارانو او نقض قلبي عن عجز كجرين هردان امركا وهردان ديار قرو اوي عبادتنا سيادرا وصائش هذا مقاصد إلى مت وحد ديار جرو عبادة لقول ديار صنايو أو ديار جرو كهر ريا عبادة دي بإلى مت والأجرت وصائر الأمور كل مقاصدي فجعل لهذا الحكم كل للزوائدي أكيد يجري مركا هردنا عن صحنا يو حان أجر كر هذانا يا سيد عن استاجب هرد أجر غير هذانا مركا وحويان عمل مباح هردنا وشيء مباح لكن هدي قصة كذا أوي هي إنات عبادة أكال ما يسطو عبادة ينقن عنتظى الله عنا قدر عنتظى عشر وحوى عنتظى إله نوح على يوم مباحة وي لكن دارتنا ضاعوا كالميسته عبادة ينقن سحورتي بغر كيسة ولإن في السحور بركة تسحر فإن في السحور بركة سحورتي عنتظى عنا يسويان لكن بركة يجري يا ثوابي سنة النبي والله يرقلنا يا نقطين حيالي ما أنت أسأل ربعين هذا ما شرير سنانين وشيفين وهذا نشاط صنع عبادة دي قدتال الربع وصون كاذي سفي عنه وكوه يرقلوا قال حدثنا إسحاق إسحاق من الشاهين وياني إسحاق يا بخاري وبرين يا صار ورين كره منو دي منه أصلاً ويا ويا بتاني ما أعرف من هرله يا نسوار وريان ربنا إيه يا إلى قرما إلى أختي دي صار ورين كرت إن شاء الله أختي ده رفسح عبد قادم ده انتاي أكتاي إن شاء الله أيه إسحاق بن باجر أيه إسحاق كم عندنا ابن شاهين ولا يري الإمام العين وحليه وابن شاهين ها لكن ورسموك الخلافة ابن منصور ابن شاهين كيو ها هذا محقوق ابن منصور الكوزج
يا بس عمدة القارية كلها عمدة القارية عينك فيريا طيب ويفر بدين ابن ملاها ويسكوك قبتار قال راح أركي ساسكوها يا ابن منصور يا ابن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي قال راح أركي سا حلو حان صومر إن إسحاق ابن يزيد من اللي يراه ابن إبراهيم صوم مري مركب ويفر بدين إسحاق يوه قال حدثنا خالد بن عبد الله طحان عن الشيباني ابو كوري شيباني ابو اسحاق الشيباني مقعيس سليمان بن فيروز بلده عن سعيد بن ابي برده عن ابيه ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن نبي قال اليمن ادر ابو موسى فساله وحو ويدي مركو بحاي بسؤال ويدي مسايش قبسن كرته وحو ويدي عن اشربه شرابيه تصنع الوسمه بها يمن فقال وحجر وما هي محيطها شرابك على السمايه مبليشك ما ذلك كومنت قال البتح والمزر والله مد بتع بالها من المزر بالها فقلت لابي برده وحاكوري ما البتع محلها قال نبيذ العسل مالك شراب لقى السمايه وي والمزر مزرون نبيذ الشعير وي قبل انتدى لقى السمايه يا مورد وحالا سمايه كدم وحيسكو بدل يا مندوري يا خمره فقال النبي عليه السلام وحجر كل مسكر حرام وحالله لو وحي دتك مسكحدي سي مانكي سقى هذا حرام ويان ابو النبي عليه السلام قاعدة كلية ويان وح الله لما حير في الشريعة هنا قيمة هاي لذا كميت هدي هذا عسل كي خمرة اللي جالس مينا هي مالك هي شعير تمت اللي جالس مينا هي وديها لها وحرام وسكر لها تكرى ما له النبي مش يجيب بوقفكم مر منها محل يري كل مسكر حرام إلا ذا الشيء هذا ما ندريها وحويان لا حرمي وإنه ما نكب بدلوه يا وعلى الله وحي ما نكب بدلوا نوع هذا حرام وين خمر نقن أما ها هذا وحلا قسم يا ملب أما ها هذا وحلا قسم يا الراشين قمندي أما تمير هلا قسم يا ما عنا هلا قسم يا وعلى الله وحلا قسم يا هلا قسم يا ما نكب ما بدله كله مسكر حرام رواه الجرير وعبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة شرع هذا إنه سير هذا الله مرة قنتو أسماء إيو أشياء ما قعيه هذا دنك ماله لأنه شيء هو يسبدله يا بري شيء اللي قال شيء هم بايمانه لكن وحي الله دقنتا مقاصد العبرة بالمقاصد والمعاني لا بلا الفاظ والمباني مقاصد يقصد كشيء يومها معنا وليه بقى الله رقم عيا تسأل لك هذا الله فكانوا يرى هذا الشيء هبل حراني ما ذي سبل كان واحد دليل أكن معنا بكيريس حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة عن حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جدة نبي قال وحود لي أووي سواء أبو موسى الأشعرية يوم معاذر الى اليمن ابو دري ابو برداز اووس نيكا سعيد كاس اووس ابو موسى يا معاذ يوم ابو دري فقال وحو نبي يجري يسرا دتك وفضيا ولا تعسرا كحسلين وبشر وبشاره ولا تنفرا مركد وحو دغيسان هفوغينن وحايريننا تنفيرك وحا كميد د عبادتي اود كو ادكيسو واد غرنيس معاذ بن جبل النبي مخو كيري ان منكم منفرين هذا دتك كو ادكر صلاتي باي ااد ودهريي marka tanfiirka uu soo galay ay dadka inay diinta ka cararaan jamaacada masalad wa tadaawaa idin kara is adeeca abuu nabiga sallallahu alayhi wasallam laba nin oo madaxaatiin laba gobol baan idin kala diray ha isku dhicin oo ha isgoongeenina hadu ha iskhilaafina faqala abuu muusa wuxuu yiri ya nabiy allah nabiga ilaahay yow inna ardana dulka anaga biha waxa laga isticmaalaa sharabun sharab min sha'irin qabandi laga sameeyo almizrubana la dhaha wa sharabun sharab kalana waajira min al'asr marabka laga sameeyo albitxubali yiraahda faqala nabigu wuxuu yiri kullu muskirin haram intaas uu soo gaabiyay بدعي يا فلان وحص كل مسكر والله وحدك وارا حرام حرام ويان فانطلق ويتن لبدي سحابي فقال معاذ لابي موسى وحكيري كيف تقرا القران قراءه سيد اخرسها قال وحكيري قائمه وقاعده وعلى راحلتي ما بس افكم قبل قادبه قائما هدان تاجنا وقاعدا هدان فضي وعلى راحلتي هدان جديد كي صار هاي وتفوقه وروح اسكما يتفوقا اسكمين يرين بك جوا افكم القران واخرنايا قال وحكيري معاذ أما أنا أنيق فأنام واسحظة وأقوم هذا وانكع فأحتسب نومتي هردل إلى حسابتها كما أحتسب سان واجر قروب صدقومتي استاقيقة وضرب فصادة وكاملتين الاستانو فجعلا يتزاوران إني سيزيارنا يان أصمر يا أبو موسى يا ميش الله ويمت فزار معاذ وحو زيارة أبو موسى تنبيس كان مركو أسود وهذا كان تنبيس إيمان كان ميش يسو إيمانا يا فإذا الرجل نبا موثوق لحر حري فقال وحير ما هذا محويا ننكن فقال ابو موسى وحير يهودي اسلم ثم ارتد ويهودي انتو اسلامي هذا الردوبي وقالوا بي فقال معاذ وحير لا اضربن عنقه لقنت ترى يابا والله ترى سودا سودك يا مايا وكيل الدمرك تابعه العقدي
عبد الملك بلدها عبد الملك بن عمر العقدي عقدي عقدي العقدي ومشرك يا عنك القرب به ووهب وهب بن خالد عن شعبة بن الحجاج وقال وكيع حجر والنظر وابو داود عن شعبة عن سعيد وحكوري عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيبان سول عن ابي برده انت متابعوي. حدثنا عباس بن الوليد عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ايوب بن عايذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب عن مقرؤ يقول لحدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومي قوم كيجي ايو ايدري ويمن نوى بنا قوم كيس إلا أذو الدعوة الجارسية وح وناسنوي وحنا سنو نبي قابل الوجير وعند العشيرة تك الأقربيرة نبي قابل الوجير صلى الله عليه وسلم مركا أتحس كصوب بالله ذات كرو صعنة ساعة لب ماله مركا أقرب ذن الدوحة ويان نهاية بمالها بمر كده ما تمله ويصعنة ساعة لكن الأقرب فالأقرب جارسي أين أثرك هذه هو هدتك كودة وهي الدعوة ذات كلا ليسه هدتك لنا الدوحة كيني ساعة نليل بكو كيني خير هدوية هي ما دتك هدو شيكتت بالأوليه فجيت الرسول وانوما فجيت واني ماذا والرسول الله بني أبو موسى سوى سببك الدعوة دي نبي عليه السلام مريخ دقن بالأبضح أبضح دقن أبضح وامل مكحة فذي ذا كميضه وصامر كتاب الحج باكو صامر مقعية بضل أيوله تقاس مكاء يدنع إذا كانت الله حبالها معلل إلى هذه مالها هوي خيف بن كنانة مقعية بضل بيلاد هاي فقال وحيري أحججت يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس مسوح حجسي قلت وحاني نعم يا رب أنت حجك حجت الوداع النبي عليه السلام أبو موسى مقن يحجك أصاب بحي النبي صلى الله عليه وسلم وسأنا وسوهر هذا وسوهيك سذي مكان سكوهي مت محاجباتها قلت نعم يا رسول الله قال كيف قلت محاتوني يوتو محاتري قال قلت وحاني لبيك إهلالا إله وحان حرمضوني يوذي إهلالا حرمشوك إهلالك نبي محمد حرمشوك إهلالك وحاني لبيك إهلالا كإهلالك أذن النبي الله واحد حرمتي ما حرمضي ورسولك عليه الصلاة والسلام لكم حرمنا يوم النيوان يمون المقلين لكن وحان ربي يجري يعني وحي نبي محمدون نيوان ما ننيوان ساسا ربي يجري وحالا لها الإهلال بالتعليق بالها إن قفك وحكو حرمضا وكن نيوان تعليق وليها قفك السقع وحي وكو حلقاي وأبنى النبي عليه الصلاة لكن شرط بها لقوة نبي الصدوة ها إنو نوافق صنين نبي هدي ولي هذي هذا إلهي كجور عنهم حلاله بايو الصوص هذي المودين دتك كلا الصحابة هاي حج كوي عمره وبدلاه تحلوا لي مركي ضواف كيا سعج الله يمعذين دتك كقدر مالي المرك علي يا سويس خلافين علينا هذي وذي قال فهل سقط معك هذي هذي هذا مودة هذاني صو تغليدي صو وحرن طاي قلت وحين لما أسق ما هذي المودي قال فطف بالبيت كعبضة ضوافة واسعى بين الصفا والمروة انت سعي صو ثم حل حلاله ها انت سوي عمر الله حج كذا عمره وبدل ففعلت سيدوان يريبه حتى مشط لي وحاب إيش الله يسي امرأة هوين من نساء بني قيس هوين الرئي بن قيس عبد الله بن قيس وهاي أي إيش الله يسي تماه ومكثنا وانقان بذلك سيداسا كسع جري إن حجك قفك كتب حج يني حج وعمره بدري كرو وارمت ربنا امتهي حدا ونمرك حجك الله يدرر يحجني يوضو فسق الحج إلى العمر اللي إلى ذا يساسا كسع جري أصغر وفدوان جري حتى استغلف عمر إلى عمر لخليفة ومضح نقضي حلق النبي يا أبو بكر سأسن كسو عني بوليه إلى عمر حلق سيلا قارب وليبا نور سنة كذب أيو إعلان صوي ساري وحو يري أرنت هالة جوجيو وصمر كتاب الحج مثلا أدفع فاصن عثمان بن عفان وموسى الأشعري صحابة كروا علي بن أبي طالب عمراني كمديهين خلاف سيهين دوت دير نقاش دير وصحابة دا حدود عن صمر هذا الذي فرع بدنانا وذوقته هنا لغيري قال حدثني حبان حبان بن موسى بالإرادية حبان بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري لمعاد بن جبل وحكيري حين بعثوا إلى اليمن مركوا يمن الدراية إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب وحدوتك دون تقرأ أهل الكتابة ويهود بعد جناد اليمن وهيسنجر كبنا جري oo deynada yahuudiyada qaateen marka waa dad tawreed iyo diima haysta oo wax cilmi ah garanaya oo kuwan ma ka jooge carabta ah aan wax nabi oo loo soo diray hada koor uu sanjireen juhaashe mushrikiinta oo kala ma aha marka qofkaad u tageysay dacwada gaarsiinaysa siduu yahay waa inaad marka si ogaato oo aad oola dhaqantaa la rabaa isdiyaarin baa laga rabaa dad culumaad la hadli laakiin qariiban oo nabi maxamed diidan calayhi salaatu wasalaam marka waa inaad si culumaad nimo ah iyo niqaash diineed isku diyaari baa leh
كون وحاوي يا يغا قريشتا وحاوي ديما ما يستان وحا كولا مربايا ما مالي سيكالو مدحديق مويني انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فاذا جيتهم هداوتك تفدعوهم حضاوية دا الى اي شهدوا الله اله الا الله وان محمد رسول الله توحيدك وهو الرأي وحدتك اللوغي يا رأي كم مسلم كيه اسلام كيه يستلف تركيزة وعلى قصحي وتوحيدك شروط دي سيئو محوها وحيالها نواقضها بريئيو وهو لها صدن بالغة هذا لايا الله بيامنا الله عديني توحيدك دلك قارسي فإنهم أطاعوا لك هديكا يلان بذلك توحيدك أو إلهي الرسالة نبي محمد أي الرميان فأخبرهم حضو الشيكتها أن الله الله قد فرض عليهم من الكفر دي إلى خمس صلوات شن صلوات في كل يوم معلوم والبي والليلة همين والباء توحيدك صلاة دا كل حيقة وقفك دو إسلامك صوغل وتوحيد صلاة صلاة دا مركب والقب اللابي ويسيسان لله ظهارات دي بالباري صلاة دي بالباري فإنهم أطاعوا لك هديكا أطاعوا يطاعوا لبضا ويسارت رواية كقار فإنهم طاعوا أطاعوا لك هديكا يلان بذلك فأخبرهم وحضوا الشيكتا أن الله قد فرض عليه من الكفر دي إلي صدقة صدقة وخذوا لك من أغنيائهم حول قدتك وحولها له أغنية ما أنت كتاب باب الزكاة ما كلها هذا لا يو وحي النساب له قف كي زكاة هو يجب تودم أغني لدي فتردوا وحلوا علنا على فقرائهم قدتك وحولها علينا فقراء بقى فإنهم أطاعوا لك هديكا يلان بذلك الزكاة بحنتي فإياك وحنك أقدقا يا وكرائم أموالهم حولها ذا آتك أو ناكسن إيه كريم كي نفتو أي كود قنتها إينا تقاعد إسكيل علي قف كي زكاة وبيوقالي لكن نفك حولها كدعا كجيدن أكجيدن ناف سكرادة ومساكيد حترين لا مرة ناف كأوقيهم بضان لا مرة نحن حاد بالغوص عرايا هدي هذا ملك كقاعد وظلم سي هذا ظلم سنة وكو هباري كراه واتقيبوا ليه النبي عليه السلام كدعا ورصو إسكيل علي دعوة المظلومي قف كلا يقر دلين هبار كيسة فإنه مظلوم كل ليس بينه وسقي وبين الله حجابا ومرد حيه أسجد إلهي وحبه مدحي دعائي سمركا والسماوات قلنا الله بلقي سأسعط عرش الرحمن يا كدك إيسا إلهنا سبحانه وتعالى وسودنا وين يوحي إليه لأنصرنك ولو بعد حين وحل لك يا هاتبهم كوكر قاري حكمة دي سيكو سعطها قرتي صادع دونت قفك مظلوم كه الذي المية مركب إلا أجيبه وأركه يعني لازمة وحلقة يا بوحة وفي عن اللي قبدله آخرها بلقى يا مرو أدو قومية باهية إنك أسجع الله غفوتي أجرك ودوش القصار الدنيا ما كان ينوه هلا بركة لازم ما حكمة عليه يكون دوري لكن بلنت وحوين لو قرقاري حتى قال هدويا إن الظلم يبان بنانا قال أبي عبد الله البخاري وحجري طوعت آيات قرآن مركة لفظي قاس أطاعوه داس صار وري أطاعوه يطاعوه الله بداس بوي كوي ما تهدي الرباعي الثلاثي أي نقطه لفظ قرآن أنا واجري وطوعت فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إنك قابيله وللكيس إنه الدلاء نفتيسي أخر حسي مركز الدلي طوعت يا طاعت لبدا واسكمت واطاعت لغه ايضا ولغه كلو جرته اطاعت ليراده دعت وادي هذا اسكا ليس وضعت وادي وادي كرتا واطعت وادي كرتا انت وكوب انت يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعيب بن حجاج عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمر بن ميمون انت ما ظفير وكو شيغ حبيب وكو شيغ وان ابي ثابت اسوا حبيب اسلك يا كو ما دونت سعيد ابن جبير كاسا وسعيد بس لك تسكيلا يكوي ما اندونت عمر بن ميمون عمر كلا وحول ما اركي دونتا مركا وكو كوش يقول دارك امتحامي هدانا وكحت في انا ضحف الزال ربا ان معاذ رضي الله عنه لما قدم لي امانا مركو يمان صلى قلي صلى بهم الصبح الصبح يبو تجيي ذاتك مسلمين تابوا صلاة الصبح قليي فقرأ وحو اقريي واتخذ الله ابراهيم خليلا ايادا سورة النساء ايو اقري عليه السلام ورحمة طيب أوي هاي ننقص الله مراد كيس سهله وعلى مسلمين تأيدوا عيان بقش لما مزاجك سيء مراد كذا الله سي الله سهله واحد دون سو خير الله كسي شر الله قاعجب صندوق مزاجك أولي ما دينك طيب آيات داس وآخرية صلاة الصبح واتخذ الله إبراهيم خليلا آيات قرآنوي إبراهيم إلهي وحكرك اتخذ الله إلهي وحكرك إبراهيم خليلا وحكرك خليل وأما حبضة يشعلك صاحب نبي كسي قال يا سنت خليلك مركا أديات بمركا يا إله سبحانه وتعالى مرتبة غير وقرسي يا إبراهيم خليلك نبي محمد خليل بقديك إبراهيم خليل بقديك الله سبحانه وتعالى آيات دبر كل كمرة يا فقال الرجل من القوم دتك تك سلعة كده بتكنا ينكر منها وحجري لقد قرض عين أمي إبراهيم لقد قرض وحاق بوستي أو فرحضي عين أمي إبراهيم إبراهيم هو يديس إيش هذا ويقبل وستي أيده يقجري صلاة بكجرة زاد معاد حزي هذه معاد كوا معاد بن معاد التميمي عن شعبة وحكوري عن حبيب وحكوري حبيب كوي ابن أبي ثابت زما
عن سعيد حكوري وكما ابن جبير عن عمر حكوري وكما ابن ميمون وكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى الدرير اليماني فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء أي أخري فلما قال مركو جل واتخذ الله إبراهيم خليلا قال الرجل خلفني كدم بيا وحجري قرض عين أم إبراهيم إبراهيم هو إيش هو يديس وإيش هو قبوستي ويل كذا هالك هديلا قارسيي والفرح ذي قرت العين بلدها هدي قفك وفرح أو هلا أو فرحه أو فرح درتي أمريكا قال كذا لا المية اللي أنت هاس فرح درتي لا المية والقبو والقبوي لكن مدى حزن جاي مروك تحق هذا أيده سخونة كل البلاد سخن الله عينك على دي قفك الله باري إيش هذا الله كله اللي كلها كتب هذا يعني هو البهاري كقول عدوي هدي اللي يرى أقر الله عينك له وحويان ودعويان دعويان معاد بن الجبل رضي الله عنه إنك صلاة قد بدكنا يا ضوها ضلي صلاة سوء لمدهن كما مقطع ده رواية وادعي كرتا مركا إنه جرته ويري لكن أنا الله صور نقلين وادعي كرتا ما جهالة دي سيرو كحم باري ورنك هدو جاهل يهي وجهل يسان لو عذر دارا يو صلاة الحيوة دان اوها ضلو صلاة كما بريسو وكي نبي عليه الصلاة والسلام نينك يا معاوية صلاة الحيوة دان حضلي واثق لأمياء يو يرحمك الله ييري سوء علمون دين صلى الله عليه وسلم صلاة قفك جاهل كمك بعذوري هدو صلاة الحيوة كما هدو بعض بعث علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه عليه السلام بدتكو قار لكن هدي سلف كسيدي وهام راعينا رضي الله عنه وخالد بن وليد لبضى بوالا الدرى إلى اليمن بالله الدرى قبل حجة الوداع حجة الوداع كهربا علي وأبو موسى وخالد بن وليد أيال الدرى لبضى بوالا رير قريشين خالد يا علي من يقفكم ميلا وعدة وذي رير كوذي جوين والله الدرى كرا دعوة وذي كرا يدرى والله تصايا عدم دين السلاس أولي جدا البخاري رحمه الله أبو موسى معاذ اليمن يبصد الدرى يسقصها الله كدمنا علي يا خالد قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن اسحاق بن ابي اسحاق قال حدثني ابي اويس ويان وكورنا ابي بكور يدين عن ابي موسى وجد كيسا سمعت البراء رضي الله عنه عن مغلوي قال يري بعثنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنا دري مع خالد بن الوليد الى اليماني خالد بن الوليد الله سبحانه يمن نودر النبي عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام خالد بركه عيدك وقابني قال ثم بعث عليا هذا علي بكتب الدري بعد ذلك مكانه بدل كيس مكانه ماشي سي خالد بن وليد نكسو قدون يا سو قدون اي يعلي هذا كتب الدري علي ادينا دمر فقال النبي وحو يري مر اصحاب خالد خالد اصحابتي سلا صوت وحدات غاده وحد امرتها من شاء منهم نينك ايا كميده هو ايا كميده علي ان ددك خالد لا صوت كميده نينك دونا اي يعقب معك انه ادي كو راعو فليعقبك راعو تعقيبك هو حوير عيدا كل كم الله ديره مدة وكم مغرضة ولا سبب بدله عيدا كلام ماشي ذي لو بدله مركن إنك يا قال إن عيدا كدبة عصب هذا والله بنقضه وفسح بويا هاي بالير فسح بويا ومن شاء قفك الربارة فليقبل سواق البراء ومدينها سواق البراء فكنت بوله عبد الله بن عمر البراء وعلى فكنت وحن كملها في من ضدك عقب معه ضدك علي بن أبي طالب الراعي العربية الراعي خالد بن وليد نكر الله سعد كدبنا علي هذا الراعي أيام كملها قال فغنمت وحان غنيميستي اواقيا وقيادته وتعدد رؤ صاحبه اواقي جمع اوقيا هلكي وقيادة فرد درهم بقادا فرد درهم وفضه مركا وكفايليستي بوله نقد كاي دنبه خولا ما سو هلي بوله قال حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا الروح بن عباده قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال وحيري اباص بريده بن حسيب ويانه بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي العلي بودري الى خالد الخالد بودري خالد بن وليد مقنا وغنيمه وحليبه وحلي علي اادو خولها غنيمه خمس كي كسبخي خمس كاسي خولها شب الله قيب يا موتاي افرتا وحا قيبسن ددك دغالك كجري ماشا شرانا لله وللرسول ولذو القربى وقران الى كش وعلم ان ما غنمت من شيء فان لله خمسه وللرسول شب الله قيبنا يا علي بالله درو لي خمس كي كسوقات ليقبض الخمس سوق خمس كي اسقبض الله سوقاده وكنت وحان هابوليه بريدان وبغضك وعريسا عليا علي بن عريسنا محايل وقد اقتصر وقبيستي ساسا وعروضي قبيس كان محكوضا وقوضا مركي علي وتقميشي حواليه لسوء الأروريي خمس كي شميرضا ميل وكبحيي شميرض كاسي ميل وحاكمدا ذوي القربة قرابة النبي عليه السلام بايسكالي قرابة ذي محاكمدا أكمدا علي باكمدا علي مركي مركو في خمس كي وحوار كي مركي إنه قيب كله هيباركي قيبتي سي مركه وحو قاطي ادوميه لا سو قفاشاي غبر كميده او قاطي مركه ايرتو مركو سوغيو استبريه وحي سوغيو حيد كوريه كاي ما او كاي ما داي حيشاي
أما جوار بيهد قشان تيا وحبا علاش إذا ركوب الجيرين وأوقل مواضيع ما كان سكاس وقبيستي قبيس كاسو أو عرض بريد أو يري خيام السمية ومن يغلو البكوع مبار ربا خيام السمية حوله نبي قو نقص من أيوس كتصرفي وحلا وكنت أبغض علي ما رأى رئيسنا وقد اقتصر وقبيست فقلت لخالد بن حنكوي روعيدا كما قامنا يا غريم رقبتي ألا ترى إلى هذا ميادة أركي من علي فلا وحو سمي فلما قدمنا على النبي مكان نبي قصة قال عليه السلام ذكرت ذلك الله نبي رشا وحير علي حوريها سقها وكلب حي قبل وهو بنان تهجر على كلا سقوا انكرسني هاي فقال ملك سو وحو النبي عليه السلام يا بريدة بريدة أتبغض عليا علي بدو علي زنتها مياه هذا ما علي بدو علي زنتها فقلت نعمها ورو علي زنتها خلط بوقري قال حو لا تبغضها عرون فإن الله وحوليها في الخمس خمس كلها أكثر من ذلك قبل أوقات كبر بكلها أكبر من بقول إيه هاي وحلاه وعراني ما كده محوليشري فكنت أحب عليا علي وانش على بوليشري بركه وحلاه استوسى ساعة قط كنا عي وحيا ساعة هذه دبلة بعرانا وحاو أبا بخل دم بق أبا بخل دم مركه إنا حاجة تهمله هذا رجح لما إيه وحافي عن إنا محمل وناس قفك كحم بارتو عارف عكرتين وساي هاي وساي هاي وناك أوف أوف أوفهن وقاضو حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي النعم قال سمعت أبا سعيد الخدري بعد مغلو يقول لبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي إلى الرسول النبي وصادري من اليمن وكصادري بذهيبة الحواوي ذهبا في أديم مقار كجرا مقروض لمجديي في أديم مقروض مقار لمجديي وحي يرى الذهب وصاهر غنيمدي أي كسر ذي مقاس النبي وصادري عليه السلام ذهب كاسو لم تحصل أنا صافياني من ترابها عرضي على قترترين عرضي يسيب وطاها قال الحوير فقسمها النبي حقوقي بالذهبك بين أربعة النفر أفرقف بين عيينة بن بدر وأقرب بن حابس وزيد الخيل زيد الخيل بلديج النبي قال بحي زيد الخير ها مرقونا خيل بلديج فرده يؤاده في عنايه فرده ونأسمه لهنجر مرقى وزيد الخيل والرابع متك أفراد إما علقمين وياهي وإما عامر بن الضفيل لبضا منهم بوها أفر تاسؤك لقوية النبي صلى الله عليه وسلم ذهبك لصادري فقال الرجل من أصحابه نين صحابة النبي كميدة عليه الصلاة والسلام وحجري كنا نحن وحق كنا وحان نحن ونجا حق بهذا بهذا كم نجا ذهب كان وغنب اثنين من هؤلاء أفرتن أفرتن أضي قريش قيدوا إذا ووينا كميدة مع عربتة أضي أشهد ووينا كميدة دين بأسوها الجمين أما لا كم اثنين يمدي لصحابة كميدة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركب النبي قاري فقال النبي وحجري عليه السلام ألا تأمنوني مينا إيمانين أو وحن قيبنا أيه سوينا أحسن كم ما ملاي رئي أمينين وأنا أمين أنا هو أحمد أمين ولا أميني من بي أمين في السماء عرك سماء الجراه الله السماء الجراه سبحانه وكسر رئي عرك ودنبا وحن الله وحكاك الرئي السماء بدها وكسر رئي سبحانه الله سيسو أميني أو إيسو أميني قرآن كي كريم كي كلام كي سيها واندتك إنا نقارسي وقال هذا إنا أميني إذن كنا مدهب يا الدنيا يا أمين الذين يأتيني وحايني ماذا إلا يا أميني خبر السماء السماء خبر كذا صباحا أروري ومصام بوئي ماذا سيدو هابا لنقو الشيخ أبو النبي صلى الله عليه وسلم هدو حقرن لهابا لنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كهد لها يا رسولك عليه الصلاة والسلام الوير عن عنانطيب وقرن لها ومركي زيد إيو لقهد لها زوجتي سي معوها زينب وكي نبي عليه الصلاة والسلام وكهد لي اتق الله وقاد لهد وتغفي في نفسك ما الله مبديه أمسك عليك زوجك وعاكروا كميدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته عبس وتولى أن جاءه الأعمى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الرمان صدن ما كان النبي والذين أمر ما كان النبي ما يتي وحنك الله يا أسرى أسرى يكون لصاق فاشي أن يكون له أسرى حتى يذخر في الأرض تريدون عرض وكيل وع الرماه صدق النبي عليه السلام تايبو شيء جل صلى الله لنا وحي من الله أسألنا هو بأمين محمد الأمين بباها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة صلى الله صادرا أيوب آمنها ووحو بالوعاء من جري مركن إنك صلى سميات آمين الله ذي برسولك عليه السلام كيها دين لا أفتشوا يا الله حظ الله يا الله نسيحي يا الله الرديي كوكترن بسوي استاقي فقام وقال وحين فقام الرجل نبا يستاقي غائر العينين إنه سقد أي كجران مشرف الوجنتين لبدا ضفورنا تاقا نفوريسة تاقيهين ناشس الجبهة وجهي سنة وصير تاقيها إنت وجهي هراكوتك كثر لحية قروين
محلوق الراسي الرب محلوق الراسي تما بدن عفوا محلوق الراسي مدح زر حيري او تما حيري خوارجتها وحايا هاين يلوفان بيو هايت انا تما حيرتان عبادي كدغن جيرين او اسكو يقانان قفكه تما وحيران كرا لكن ادغ وحي وهد وحي رقم بيو هيد او يلوفان بيو هان جيرتي اه والا قفكه تما وحيران اخلقها ودر بو نبي عليه السلام مقوار كان انت ما قار حير قار رداي وحي ما ود حير اما ود ده رسول الله عليه السلام مقوار حير كرا لكن كو نسغا كو وحي هاين سيماهم التحليق بصارت على ما الى هاين بيهت مشمر الإزار آه يوزقين تجي سنة وكرو قاطي وكرو قاطي آه سنس فساقين كي يوزو قرسي فقال النبي عليه السلام فقال نكي وحجر يا رسول الله اتق الله نبي هو الاستاغي وليله كبق اتق الله وهذا الولانسر لكن وكلمة حق يراد بها باطل باطل بالله وضع إله كبق محكو ليه وحوي إله كبق بقي سيدي هذا سكوا وضع مركا قال النبي حجر ويلك إنكاركو قد عضي أولست ميانا نهين أحق أهل الأرض أهل الأرض أنك أغمضا أن يتقي الله إن إلهي كبقه أهل الأرض أنك أغمضا إن إلهي كبقه صانمي محايا إلي أعلمكم بالله نبي عليه السلام ذاتك أنك ويقان الله بوها قف كاسانا تقوضا أغبضا وراء الرسول والنبي قال وحيد ثم ولى الرجل إنك واجه السلام كن تاجري قال خالد بن وليد وحيد يا رسول الله ألا أضرب عنقه كان لغنت ما أنشره قال وحيد نبي وحيد لا ما يهجر لعله حالك يبا أن يكون يصلي إنه تكذي إنه تكذا لك يبا أن يكذا فقال خالد بن وحيد وكم من مصل ما قبضنا انت كنيسه مت كنيه او يقول باللسان العربي كسكبه ما ليس في قلبي مع قلبي سجار سنين منافق بضنا تكني قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحيد اني لم امر لي ما امر ان انقب ان دليلي قلوب الناس لك قلوبته قلبي ودين ان دليلي وحا كجرى ان اوغاد لي ما امر ولا شق بطونهم على شود ان شيخان لي ما امر وحا مرن با مسرن ما وحا شيغيان ان سو اوغاد إلهي بقى سبحانه وتعالى شقا كله أنا قا ظاهر كمان حكومينا سرت على إلهي بقى أطلع صارنا قال وحيد ثم نظر إليه نبي أسأو في رينك يا سجها وهو مقفنا صو سيس جيرا سيس عضو قلادك أسد وين نبي عليه السلام أي سأو في ري فقال وحيد إنه يخرج وحكى صبيح دورا من ذي هذا كالنسل جيسي أسل كيس وحكى صبيح دورا عربتي صدمه قوم ضد يتلون كتاب الله كتابك إلهي آخرنا يا خطبا سواء سهلا انتهى اي اقيمتها سواء جلعزان وكلا اجلعزان يهي لا يجاوز حناجرهم كالحمودة ولا قدبين يمرق قرآن كاخرين كالحمودة ما قدبين صمد الله قاضي مهيو اما قلبي وضعه ما قدبين ما قاليه يمرقون من الدين دين تكبحين كما يمرق السهم الليب كسوء وقسيبت من الرمية ما شاء لقد توقتي واذنه قال انه جرار ما ليمبل الرهوي لان ادركتهم هدان قاروا لا اقترنهم قتل ثموت ريه ثموت سيد الليب بيو كلانه والله ري عادنا وصوم الرأي هذا الرواية كلا جرتي قتل عاد نمان كأول نبغة الماما يوا خوارشتي وأنا من محويان عبادة بدن باع بدن خير يوناك وجيدة لكن أنا لو عفجنين سببتنا وحويان وضدي خير كأيو علمي جد كيسي مين قاضنين هو ذو ذي وحكو فصيرتين أجاق مان كودي مسكح ذو ذي سيري لطهي أم بيقاتين حماسا كتن بذي سي ضاعدي وكا بدين وكا سلات بدين وكا قرآن بخس بدين ومع ذلك وحال وصل لغي دفك إسلام كها إسلام كبال وصل لغي وحكا الشيء قوضي علومة وحكا الشيء قيضة إسلام كبحكا الشيء قيسة بلا إنا يدي قيسة إبن نايستان إسلام كأي أسو قدبين يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام مسلمين تاهم بيلين عيان قال مركا أركاننا وحاوه يان دنك مالها أما بابك عرايا مركا خوارج تاسي التلمامة هو راسي ونبقى أوشي عليه الصلاة والسلام اللي علي بي سيحور وصابحين ننقع صغى فكر كيزا خلدن حتى النبي محمد عليه السلام حرمين واي ككدن بيانا علومات مركاسي جوكتا من حرمين اي واحد سعلا ما هلكا هم بيانا شقضا دو وقتلك وصابر حضابر حديث بخاري أنقص من راجل نين سحابي وثلاث كراي أو فرس كيسي هايستا صلاة نواتو كان اي ميال عدلا بوجوه فرس كيسي ومركا انو كعر ركبقي حرق ابو هايستا صلاة دي مركا صود دينا فرس كيرو وعلا صلاة نواتو كراي ku qawaarish ka mid ah deenaday sheekh saxaabigi wax ka sheegay wuxuu yiri in gaar soodaga xunka fiiriya buu yiri markaas uu deenay yiri nabiga kaleey salaatu wa salaam suudiinta loogu sahlay baan garanayaa buu yiri asagayna marka inuu nin qawaarij ahaa wakiil la cadeeyay oo soo gaanay marka dhaqankooda waxa weeyaan culumada iyo islaamka ay ku salidan yihiin dhaqankooda kaas khilaaf un iyo sharbi u jeedaan tayib marka tilmaamahooda soo baal iska ilaalinaysan ah tilmaamahooda baal iska ilaalin حلقي وقتي النبي عليه الصلاة والسلام هدي باللاودين علي حلقي سنة عيدا نقدين وحوق يا شين لا لدق على ما انت سو خلق يا لقلا يي مر والبابا ويسوك عام
هذا واباء بان مرة وصوب بحان مرة ويا رضان مركا لكن ده كطلبة العلم جاي ضرني رضا أنت سؤال لو جدي جاير أنت يضا أنا علمي كبرتان علوم أنا كبرتان سلف ك سيدين تفهمين أفهمان سيفهمان أفهمان قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج عبد الملك قال عطاء وحوجي عطاء بن أبي الرباح قال جابر بن وحوجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا نبي علي بن وحامري أن يقيم على إحرامه أصغر يمن كي ماضي أو مركو حجة الوداع نبي ماضي وكي ماضي نبي عليه السلام بقى وحوير محسن يوتي وحسن يوتي بيري وحو نبي محمد يوتي عليه السلام مركا وحو أمري أن يقيم على إحرامه إنه حرمشدي ساسي كنا قاعدو إلا لقى قارة حجك مركا لزوجة بقبيه زاد محمد بن بكر وصبر حديثة صوفة فاصل محمد بن بكر البرساني ويانا عن ابن جريج عبد الملك قال عطاء عطاء وحوير بن أبي الرباح قال جابر فقدم علي بن أبي طالب صقل رضي الله عنه بسعايته بلا صقل أما بسعايته شقلي وسعي الله بدري أيو كصقلي سعايه أصلا ما ينهن زكا ما ينهن محايل علي زكا صارور لما ده كره صوت محيط وأهل بيت النبي عليه السلام أهل بيت النبي قال الزكاة شقكم عليه هذا صاروا يا والعاملين عليها بسجل لها مركا الله ما أقول حتى موليه سأل الله قالين أبو الرافع وأكيد لو ديدي مركا سعايه ما أنت مركا معها الزكاة وجزية يوم حوها غنيمة ذي أرمها وياه وصام الرئيون خمس كسوق علي قال له النبي النبي عليه السلام وحكير بما هللت يا علي علي ومحا صحر مطي وسوني وتحج بعد وما طيب قال وحجر بما هل به النبي نبي روح وسوني وربا نني وذي أباك وحنا يا ذي محن يزنتها قال نبي وحجر أريد حج يا عمران سكود دري هذي روا وضا فهدي هذي يبيح عدونا وانكذ حراما محرمنا تهين النجو كما أنت صاحب طيبة قال وحجر وأهدى له علي علي نبي وحوس هذي 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 أوكاني حدثنا وصبر كتاب الحج مثلا شاهدك أم هذا الرباعون علي إلا الدري انت أم على وشي غربا حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حميد الطويل قال حدثنا بكر بكر ابن عبد الله المزني وبكر كان بكر ابن عبد الله المزني البصري انه ذكر لي ابن عمر وحوش عبد الله بن عمر ان انس بن مالك ان انس حدثهم وهو الرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحجه عمره حج ونبي اسكو دار حجه الوداع قارن بها فقال اهل النبي نبي الكيس فقال أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال مركو كشيك يعني حجري أهل النبي صلى الله عليه وسلم حوني ولا حرمني بالحج حج وأهلنا به معه أننا ولا حرمني فلما قدمنا مكة 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 قال قال وحجري ما لم يكن معه هدي إن كان هدي وذن فليجعل حج كيس هيال عمرة عمره وبدله وكان من وكان من وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي نبي هدي وذي صلى الله عليه وسلم أسأل نبي هدي وتي وحي الراعي وهدي وذين السيد النبي عليه السلام إلى هدي ذا لقور عمانته طبعا كي يوم نحرقه لما حلالوه أيه فقدم علي ما صقل علي فقدم علينا وحنا صقل علي بن أبي طالب من اليمن حاج حاله يا حاجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بوحير بما هللت محسنيتي فإن معنا أهلك خيرك هذه حاسك هذه بأن نصعده فهذا بأن نصعده هداد أد عمر سنيتي عمر ذاتك حلالوه بحاسك هذا القوة رجري هداد حاج سنيتي وما قال انتهينا وقت حجك الى الكطب ما يسو ما حلالو بيست قال وحجر علي اهللت وحان صاح رمضي بما اهل به النبي وحان ملع علي مجربة نبي محمد الهي وحو النيولة انني يسنهي وان حرمضي بقو حرمضان حرمسنهي ايان صايري قال نبي وحجر فامسك مركز جوك حجك هذي عمرضا ذي هيسو ما حلالو بيكرتد فإن معنا هدية انا هدية وضنا هدية ذا امكان قورعنا وما نحلالو بينا هدية وضاء هدية ذا سوح لغا سينايا باب غزوة ذي الخلاصة وصنم ذي الخلاصة صدر يمن كيالي صنم كاس ذي الخلاصة اللي يرى هذا غزوة ذي لقود دولي سي لوسو بربوريو حدثنا مسدد بن مصر هدين قال حدثنا خالد الطحان خالد بن عبد الله الطحان وي قال حدثنا بيان ابن بشر ويان عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال وحجري كان بيت في الجاهلية قريبا إسلام ككهر يقال له لديجري ذو الخلاصة لديجري والكعبة اليمانية والكعبة الشامية ما يدهجرين كعبة اليمانية وذي الخلاصة والكعبة الشامية وكعبة المشرفة يا كعبة الشامية لديجر مركا يقال ذي الخلاصة لديجري والكعبة اليمانية ولا ديجري مركا كعبة اليمانية سيبقى وحيان كما ذكر محين نقول والكعبة الشامية يغنى واجرتي هذا الكهو وحر حذفة كير مقن مركا كعبة اليمانية يا كعبة الشامية لما ضب ذي الخلاصة لما ضهو ذي الخلاصة وحال ديجري كعبة اليمانية يمام يكوت هلي او صرم حنا السماء اثنين بها والكعبه الشاميه كعبه المشرفه ده ما كنت الله لو توكلت حق تاسا لديجري كعبه الشاميه فقال لي النبي عليه السلام بقى وحو يقول جرير بوله هذلايا الا تريحني
ما إذا سر حيسد من ذي الخلاصة صنم كحم كعبة المشرفة بيت الله الحرام الوع عن شرايو يا صنم تلقب إلى غير كل عبود أيو ما إذا سر حيسد لبعض عروس بيوهي ساي لأنه توحيد كأول دعوة يدين تقول بربر مر النبي عليه السلام حنوم بكوين جرتي فنفرت وحامرك بالله بحي في 150 بقرية كونتون راكما فرد فولة أو فردولية وريح مصر قوس كيساء فكسرناه صنم كي بن سوجة جبنا يجور كي يريح ما وقتلنا وحان الله إنما وجدنا عنده قال ذلك في الفرد ذي محربيين بهاين ولا ججبي وعلينا ولا اللي فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رفع أخبرته أنه بشاري فدعا لنا وندعو يا نقيا ولي أحمص قوس كان نقي رير أحمص يبغل يكونتون كويله شقضا يا مهمدا سوفري أي أيوة النبي عليه السلام شن شير ودعي خمس مرات. حدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن حازم قال لي جرير بن عبد الله بن وحوجير بن البجلي وياني قال لي النبي النبي عليه السلام بن وحوجير بوليه ألا تريحوني ما ذي قصر رحيسد من ذي الخلصة سنم كاسو لسود جبنين رحمها يستيس ما يسر رحيسد دعوة التوحيدك وكان بيتا قلبها في خثعمة خير خثعم كل حياة لقبيل خير يمانيذ ويخثعمك يسمى الكعبة اليمانية يا لديه شري فانضلقت وحان لبحي في 50 ومئة بقل يكون فارس فردفولة من أحمس الرير أحمس الشيد وزوي وكانوا أصحاب خيل فردولي بين هاي الرقع عن لبحي وكنت أنا سوحانها هجاميها لا أثبت كان كل سجنان على الخيل فردها كما سجنان شرين أو ما قونا سي فردها الله قد قال الله ما كسر دي عجري مركز النبي قوش عليه السلام ويراني قم إذا كوته كما فعل فردها فضرب وحقود في النبي في سدر حبت كيغا أيوك عندي سك شرفت بدنا تقرفت حتى رأيت وحامر كأثر أسابيعه فريه سرات كوذبا في سدر حبت كيغا أيان كوار كي النبي عليه السلام كساء صاري فريه سي النبي عليه الصلاة والسلام أيان أركي بولي قبو ويذين وادرامي بدان هانية محوها الصمد هانية الصورة هانة وادرامي وقال مكاس النبي وحي اللهم ثبته إله كسك فردها واجعله وحد قد اكتهاديا مدتك هنوريا ومهديا هنو سنة سقنا وادعي فانضرق إليها مركز ولدت جدنا عظامية فرده فكسرها صنم كي يقول حماب سجبي وحرقها دبنا واجلي ثم بعثه وحوصد إلى رسول الله نبي عليه السلام وحوصد إلى رسول بشارية نبي عليه السلام أرد نفسه الرأي أصي بشاره فقال الرسول جرير رسولك وصاد إلى قفك وصاد إلى وحويه أبو بأرضاء لنجري والذي بعثك بالحق نبي هو الرمايا الله حق رسول بحيه قد أرت نبي الله ما جئتك كوميمان حتى تركتها سلام كي الخلاصان وحن كسوة تغيي قريقي با كان يدن مد جمل رتي أجرب عدقبة رتي عدقبة أو دامر لمريي أسوه المدو شيل مدو قديد أيان كسوة تغيقي يضبك الوش ذي قال وحييني فبارك نبقى وحيي الله بركة وقبري في خيري أحمس رير أحمس فرده ذي والرجال الرقى ذي خمس مرات شن تربو نبقى عليه السلام إله بركيري حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة حماد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي وجير على طريحوني ما ذي قرر حيسد مياذ ذي قرر حينني من ذي الخلاصة صنم كذي الخلاصة قوس كذي رير كذي عابد أيان فقلت وحان البلاء وأن كغصو الريحان نبي الله وأنا ملك صاري فانضرقت وأن تقي في 50 و100 فارس بقول يكونت فرد فولهم من أحمص رير أحمص جرير كيسوي وكانوا أصحاب خيل فرد فول بيهاين وكنت لا أثبتكم السنان ترى على الخير فرضها فذكرت ذلك سنان لأنتص يعني للنبي النبي عليه السلام وشاكتك فضرب يده وقعنتيسي وحقود فتح على صدري حبط كي حتى رأيته وحامر كأثر يده قعنتي سرات كذي في صدري حبط كي وقال اللهم ثبته إله وصف واجعله هديا مهديا قال فما وقعت كمدع عن فرس بعد كذب ما أنت كذب فرس كمدع مبير سيوى البعض سكون ناريه وفري كري رغال علين سيوى البعض فرسك سالما نقول لك نايبير قال وحول وكان ذو الخلص وحوها بيتا قري باليمن كيا لي لخذ عمر خذ عمي وبجيلة خذ عمي وبجيلة كدي قجري فيه نصب أصنام باتفكا تعبد الإله غير كلا عابده يقال له وحال ديجري الكعبة لديجري الكعبة اليمانية كعبة المشرفات بالوحة جلايا والوضع داتنايا قال فأتاها وأيمت جرير بن عبد الله صنمكي فحرقها بالنار دب كشده وكسرها وين ججبه قال ولما قدم الجرير اليمنى جرير مركب مركو شقايا قتاي نين بشاري وصادري يمن بسكسي هذه مهمة دي دعوة دي كري وعلى ولما قدم الجرير اليمن مركو يمن قلي كان بها الرجل نين باجري يستقسم بالأزلام نين ماشر وحاجري كاهنة خرافي وينادية يستقسم وحقوق يبصده بالأزلام أزلامته أزلامته وقريو حن حن وأن تستقسم بالأزلام وكإله كنه هي نرابوي قريو أي وحقوق حسابا جرين أو وحقوق يبسن جرين خير يا شر
وحن إنه خير إياه إنه شر إياه وحن يسمين جرين إسكو قراع إسكو قراع جرين وحن يقر قراع جرين نين بقى جرين نوع عاصة فقيرة لو حالو يقول نينكي إن الرسول الرسول الله رسولك إله إنكو صادر الجريرة ها هنا ماشن ومرايا وقوصة صعدة فإن قدر عليك هدو ككرا وقعنتك وقدقو ضرب عنقك لقنت كاتشرايا قال وحير فبينما هو يضرب صوى قراعي قري ذي وحي قراعي يا وحياله أزلامتها بها أزلامت صوى سردعايا إذ وقف عليه جرير باب دون استغيبة سكيا الله قبتي فقال وحجر الجليل لتكسرنها قعمها لتكوش الجبين ولا تشهدن وحاطقري أن لا إله إلا الله معبود حق لقوع عبود إنو سجل إلهي موينا نمي حمد رسالة سنة والراعين إسا أو هديك للأضربن عنوقك لقنتك قوينيا قال فكسرها أن توش الجبين وشهد الله شهد قريت وحيد كنا ثم بعض جرير جرير رجل نبودر من أحمس يكنا كن يدي سلي لنا بأرضاء إلى النبي النبي عليه السلام بودر يبشره بذلك أصوى أبو بشارين أيو إن سلم كذي الغلسالة الجبيي أيو أبو بشارين أيو marka waxa dhici karta kan inuu kuwana ku dhex jiray ama meel kale uu jeeyo waa ka muhtamal falamma atan nabiga nabiga kaleey salaam markuu nabiga u yimid ninkii rasuulka ay la soo diray bishaareenay qala wuxuu yiri ninkii asaga ayaa rasuulallah walladhi ba'athaka bilhaqi allah haqu la soo bixiyaan ku dhaartay ma jiitu ma iimaanin oo kama iimaanin hatta taraktuha ilaan ka soo tagay kaanaha asagood mooda gurigiida la khalasaaha jamalun riti ajrab adaqaba walla mariyadeena daawadi cadhada iyo daamir waxa la yiraahay marban jireen sida laamigo kala qala fa baraka nabiyyu nabiga alayhi salaam ba baraka ilaahay uga bari ala khayra khayri ahmas wal rijalaha khamsa marrat shan sharbu ilaahay uga bari ilaahu baraka yu nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al musannif rahimahullah babu ghazwati dhati salasil ghazwala li dhati salasil bi kusabsan yahay niman gaala ah lagu duulay waxa lagu bixiyay dhati salasil waxay dhahayn gaaladiba waxay leeyihiin saanan u qararin nimba ninka kala isku xiro silsilad isku xireen aan aaga xidno silsiladan isku xidno kadib yaan la qararin halkii baa ayuu xirxiran deeno gacmahooda isku xireen lagu laayay way qaswatu laqm wa judam laqm iyo judam qaswadoodi iyo duulankoodi way salaasilka macna kale waa leeyahay meel magaceed iyo biyo iyo waxay waa leeyahay qala ismaaciil ibn abi khalid basayir wa qala ibn ishaaq an yazeed an urwa hiya bilad bali wa udra wa bani alqayl intaas qabil boo isla dagi jireen حدثنا إسحاق إسحاقا ابن شاهين ميه من سماه هي في ربك يا ابن شاهين بقى يقرن يا ما قرن هذه موصول ما قرن ابن شاهين يقرن مين يقرن ابن شاهين وي أخبرنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء بن مهران عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن العاص بودري على جيش ذات سلاسل أيضا كي ذات سلاسل بودري يملحه قدري على جيش على رئاسة جيش ذات سلاسل ذات سلاسل ماشي إلى دجال كل وقار أيضا كي لودري أي نبي عمر بن العاص ملحه قدري ويا له جامد ملحك أيضا كي وحكوت جرة ملح لودري عمر أبو بكر باكمل عمر باكمل قال فأتيته مركان سكوت بالرداية وأنا بحربه وعندي سكه لي رضي الله عنه أبو بكر يا عمر ما لي سعدان هذه ما دخل قعد دقي النبي عليه السلام أذوك وجع عليه فأتيت النبي روي ما رأي فقلت وحنكوي أي الناس دتك من كبر أحب إليك وجع عشة النبي الله دتك يا وجع عشة قفقة وجع عشة قال وحبي النبي عائشة عائشة وجع عليه حاسكيس قلت من الرجال حق الرجنة قال أبوها عبيد وأبو بكر قلت ثم ما يكحية قال عمر وعمر بكحية فعد الرجال ركبوا النبي تريه بريهي فسكت مكاسان اسكا موسي مخافه انه كبقى ان يجعلني انه يله في اخرهم ذلك مثل او دنبيه انه كبقى يا شبيريو بل سدخدا كوجوجي موقته هذا اسكا دوبنت هي خير ما لو رجيني لكن هدي انت لترتيب لمبر كذا غدا لو قورو وها ويان عليس بيدنا كو تهي مرغا ابو بكر يا عمر ان انقته امير كما دغن ان كفله بانت وحاله قادن حديث كان تامير المفضول على الفاضلي نينك مفضول كلا يفضل بدنيا إن أمير لغدقه قف كفضل لبدنه يوجه إذا امتازل مفضول بالصفة تتعلق بالولاية شرطي نينك مفضول كلا يفضل بدنيا هاي شقضاني مدحني ماذا اللي بي وإنه كسي في سنة هاي صفاء كتعلق مدحني ماذا كتعلق صفات الولاية واحدة راجت صفات الولاية شقضان لقمنا هذا عيدا بربا إنه قابيه دقال بقالي ربا وإنه لها حنكة حربية دقالك إيا تاتي كديسة iyo dajinta khudadka iyo taatiiga dagaalka waa inuu ku dheereeyo waad u yaqaan halkaas uu soo ku heelay marka
سيحان أبو بكر يعمل بقى فضل بدن لكن قاب دنا عنا لقاعد مرمي كن أو كفي عن تاي والو دي بيا ما ده حبض مكان لقاعد جايا ولذلك مركي حق اللي تجي ذات السلاسل ماشي دلالك اللي قده وهذا هبينك وحيري واحد ضب شيء ذكر مالها ضب مشي ذكر تام بيوري مركز عمر باكو خلافي وير محاضب وش ذن لنا أبو بكر بوكر بو بحيري كده نبي عليه السلام ما نوصل دي بيا ما ده حبض جاي فرح كقط هذا روح يجري مركي أنتو كات لقات كذا علك اللي تشبيه يروح يرها في جرينا كصهارة تينا ترى وراء خلافة دابير أبو بكر نبي عليه السلام مكي الله ما ذيب ونبي عليه السلام باورك الله شيء وما حد كوا ذيب على دبها شذاننا وحير وان ير هاي أدن ضب شذان هبين نبو عدو ميل بنجار كي ترى يرين عن هاي بن أوجان بير ترى يرين عن هاي أي بن أوجان ونودي رنا يا عدو وان دان كات كان في جنتا في جرينا وانت صو علوين أقلان وانا قد أنا ميل أنقلب أو أنقلب وحقي حقا انا قاعد استاغون انا بابي اللي بنت هدان هلي خلاص انت كدو جن نبي واكو حمديي وانا اماني احسن تبير صلى الله عليه وسلم صلبتي مركه لو ديبي وي حلك باب ذهاب جرير الى اليمن جرير بن عبد الله البجلي يا يمن تيتانك وادي يمن بلادر جرير بن عبد الله يسون يمن ابو عاصر كيس حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي شيبه العبسي عبد الله كان ابو بكر بالدها كنيديسا ابو بكر بن ابي شيبه ابو شيبه حسنا ابراهيم عبد الله بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا ابن ادريس عبد الله وين عبد الله بن ادريس الاودي عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنت باليمن يمن بان جوري فلقيت الرجلين لمن ما لا كل مبير يوم الله ادرى لمن ما لا كل من اهل اليمن هذا ذاكرا عبد مثل دها اي ودا عمر ذا عمر ذا كلا لمن لمن اوديال ابوانا يا لا كل مبير فجعلت وحان غدا قال احدثه من ان اوغشيكين عن رسول الله نبغى يا صفات كيس اتماميس ان اوغشيكين فقال له ذو عمر بهذا لو حيري لا إن كان هدويه الذي تذكر واحد كشيء من أمر صاحبك أمر كيس واحد كشيء هذا صحيح هاي فقد مر وحصامرت على أجله جريدي سبا صامرت ونكا وادنتي منذ 3 بريكار بنكا تلمايسو يودنتي معقول هذه وحد عكتين ملهمها ملهم إنه هاي عرب كيس أسيرة حق وافجيه إنه سيارة كلو هاصك سوق هذا نواد عكرتها كتبتي هرئي ينو هستيو علامات يو صفات و هستيو وارع كرتاو صفات كاسي مركي لقارو نبقى آخر الزمان حل قيسينو دمانا ايو ايو حيانا سروا وارع كرتا وايو قادي واقبلا معي لبدي قبيبا يصور راعي ومركان سوى قلبنا يا مدينة يصور راعين حتى إذا كنا مركان مرينا في بعض طريقي وددي مركان كجوغنا نحضا صوى مرينا رفع لنا وحانوغو صباحي ونو صوى كورياري ركب ضد سفريه من قبل المدينة حق المدينة كي ماضي أيانو صباحي فسألناه مركان صان ورئيسنا ويدينا والحلقة والرمى فقالوا وحينا دهن قبضا رسول الله رسولك إلهي والله أفصدي إلهي تيسي بمارتي وقت تيسي بعد ماذا حق الله الله قاضي واستخلف أبو بكر باقياشي سنة خليف لقدقي ومده قنكي سلودي بي والناس ضدك انتي سيكال صالحون وفي عيهين فقالا وحيدهن لوضي أضي أخبر صاحبه كل هدود انتنين كانوا سعون النبي محمد عليه السلام وانا سكننا قولنا إنه أبو بكر وحنا يقار سيسا أنا قد جينا إنا نكو إيمان دونه أنا أنه قد جينا أخبر صاحبك أن قد جينا إن أكو إيمان ربنا أكو إيمان دونه قارسي ولا على يعني أكو إيمان أيوة قصص عن معنا لكن وان نقني ولا على رأس نعود إن شاء الله وقصص نقن دونا إن شاء الله ورجع إلى يمن يمن بكل لبتين فأخبرت بوله جرير وحنور رمي أبو بكر بحديثه لبضع نني قصدا ذي قال وحير أبو بكر أفلا جيت بهم ورضى ياش محدو كين ودي فلما كان بعد واد بمركيهت قال لي ذي عمر كبه دنا يسركن يا جرير إن بك وحاكو سقنا ذي علي كركي كرامة كرامات كلها ذي وحاكو كرامية ذي قم بضان تهي إسلامي ماذا بيقود بيهي وكي وعدي دعوية دارسيهي وإن مخبرك وحاسكو الشيء خبرا خبر بانكو الشيء وان كان ذي سنعي إنكم إذنك معشر العرب هذا العربتهين لن تزالوا بخير خير كزوري ميسان ما كنتم انت تهين إذا هلك أمير ماذا حمركو نقد انتو تأمرتم أميرك ديسان في آخر متكلا انت ماذا حمركو نقد انت أدميشي سعوبيسان سي شوراه طلاه عقلي انا ادمشي كوب وحين يسال الله مركبا خير باد كسوغنتين فاذا كانت بالسيف اذا كانت هديسه نقطه امارده مدخنمده بالسيف سيف هدي نقطه ينن حو كو قبسنايو كانوا وحي نقرايان ددكي مدخدها ملوكا بقراء يي نقرايان يقضبون عرونا يقضب الملوك سيد بقرر عرودا ويرضون كرال نقر رضا الملوك بقرر سيد رضا ونقدان بقرر ما هي كعرودان وهي كعرودان كرسي ولاس وعرون هبل با معارض كو هبل با كو سو مقن هبل با فلاغوي وحدو مقلو وحو ولبو كو بخينايا سو باب ان لا حدو مقلو ان مارت لا تاغيرسان يان رالي بو نكون marka xilka waxa weeyaan waa xil ay ku dhimanayaan oo ku dagaalamayaan laakiin haduu yahay xilkan waxa la isku dhiibay
دكاسي ما تلوغر تينو دكا غامين كاردي لودي كدمنا لغاري كارو اما دودي انت قفكر لودي بكارو نينا كودا غالامي مايو سيداسي كوسو انجرتي وانا سيدو نبغو شيخ عليه الصلاه والسلام ارنتا يا نبغو شيخ وافق سانتا ويري ارنتا امارالا هي مسؤوليه وحكوسو عندونتا خلافه على منهاج النبوه سيد النبي عليه السلام وحكو وليه وكله كدب دا وحيسكو بدلي دونتا ملكا عضا ام عضو بقرتويه اسكو بدلي دونتا النبي صلى الله عليه وسلم مركي سيدي مركا شوره او سوتاي خيلو ابو بكر خيلو عمر خيلو عثمان خيلو علي وهي قدم بي معاويه رضي الله عنه وكي خيلكي كو وريغي اسغينا واكو ويلكيسا او ددارمي سداسي مركا بقرتويه كوتيمت بنو اميه قال لي يراها مركا اسكو دي ديباي بنو عباس با افغبيو هادنا ايان اسكو دي ديباي الى يومنا هذا ملوك بقرو ما سوتا باب غزوة سيف البحر دولانكي لغو دولي سيف البحر سيف البحر وحلوجة ساحل البحر سيف بمعنى ساحل وي بدا حيبتا يدا لغو دولي وهم وهم يتلقون لمن كاسي بدا حق يدا الله ديرينا يتلقون وحي لك كل ما ينا الله ديري عيرا عيرا في سفر ري لقريش سفر حق قريش كيمت هما كيمت ايالا يري جيتك هو يستاغ وحوله هذا وحي يستانا كقاضة عباد هشام ايالا لدى علامة وأنا منك عدو هذه مكة كسر صار النبي صحابة حوله ضرب لنا كربتي مركب فرصة وهذه اللي هلا وأميرهم أميرك أيضا كاس حق حبته كدوا لأبو عبيد وها أبو عبيدة من الجراح أمير هذه الأمة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث نبي أيضا بودر عليه السلام قبل الساحل حق حبته وأمر عليهم أمير وغدق أبو عبيدة بن الجراح وهم 300 صدح بقلوا من بيهاين فخرجنا وان بحني بوليه سحابي وجابر وكنا وحانهم ببعض طريقي وضره أيام كسع كتاقنين ففني الزاد السهيد بابنا قد ماتي فأمر أبو عبيدة وحوامر بأزواد الجيش عيدا كوحي السهيد ويهيستان وقال لك ربما رين بوح قد ماتي نقحوا أصاري من إيرا أصاري اسكو كانوا يري فجمعوا كل مية فكان وحي نقطي مزودي تمرين لبتش وانو تميري نقطي مزودي يعني لبس برارة وتميرة أي لقب بحيو لسكو كيري أما لو جوان فكان يقول ترى مركا هذا مركا حال يروايري هاي يرير بارنيسينا يا جران كيني حبت حبت بالوسي يرير أنطوب مركا ده حبت حبت بجاري فكان يقول ترى وأنا بيلي ترى وأنا مصروف تري كل يوم الماري والبقرين قليلا سين وقدا مانن حتى فني وعدا ما عليه مركا ده ما أنت يريدنا فلم يكن مجاري ما هين يصيبنا كينس فلم يكن مورا هنا بعبيدة يصيبنا كينس هي إلا تمرة تمرة حبت حبت تمر مركا ده من سينجري فقلت وحان يريب وريه هاي وهب بن كيسان جابر وحويدنا يا ما تقني عنكم تمرة من وينو قاجزن حبطي من حقيقة ديقي فقال وحيد لقد وجدنا وندر صني أوان هلي باهيدي وحي نوهيزي فقدها مركا ويني حين فريد مركا حبطي بوي دماتي أيضا مركا دماتي أيانو قانين وحي نوهيزي حبطة وحبي ترجرتي انت يلا عنا الله من موصلة الله من موصلة بيها كعب جرين ثم انتهينا إلى البحر بدي باني ما نيبو ليهي فإذا حوت ملي مثل الضرب برأد مودو أياما أرانا بدا أكتاد إلهي كسو مالاي وين نغري اه او بدا يسوط فتو ميدا ايان ارانيو مكي بدان فوق لغا اركاي اد موليسا بور ديارو تاقا اما بعاد اد موليسا ميل تورن فاكل منه القوم قوم كبا عني 18 الليلة سيدادية توان هبين با لعني سيدادية توان هبين رواية شانية توان هبين رواية صدن بري كسري هادي لغا قويو اي هادي لغو الدارو الرماسي خلافك يا كيرايا هبين يا مالين لسو الدارو ثم امر ابو عبيدة ابو عبيدة وعو امر بضلعين بضلع عين لما فيروت او من ضلعي فريسه كميدا وخي لعونا يا ملاي انت الله كان فريسي بير برسو تاغا فنوسيه ما كسال تاغا فري ساس لو تاغا ممكن تي لا ساراي مركاسا درايدو يلقانسا او تاغان با ثم امر وخي امر براحله هل ان لرره نيف جيلو يرره فروحي رد والله رري نيم با كل كوره لا سي ساراي هوس مر باليري ثم مرت مركاسي مرتي تحتهما لبدي فيروت او سال لو تاغا بي هوس مرتي دين فلم تصيبهما مين جارين مركا حيوانك انت ليغ يا بلفيري حيوانك انت ليغ هي نيف جيره او لكرك لغا سيرين او ررن هوس مري ان غارين حدثنا علي بن عبد الله المديني قال عبد الله حكو جري الهي ما مخلوق ما كجري حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حد الذي حفظناه من عمر بن دينار وحان كحفظني قال انه يري سمعت جابر بن عبد الله المغرى يقول لبعثنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب صدح بقل او فرد فول او قاديد سارن او يخي سار ايان بحني اميرنا نك مدحنا نوانا ابو عبيده بن جراح بوها نرسد وحان عمل جليني وان جد قوي وسمينا عيرم عير قريش فرد محوها سفرتي قريش فاقمنا بالساحل حيبتي بان كنا قاني نصف شهر بالنسكت فاصابنا جوع قاجان وقد علي شديد درن حتى اكلنا الخبط
أبقذي بان عني على أنت جيتك. فسمي ذلك الجيش جيش كي وحب اللبحي جيش الخبطي أيضا كي أبقى عنك أما أبقذي عن الجري. فألقى لنا البحر أنا وسلا ورفاصا بضبا وحين وصلت ورتي دابة الحيوان يقال لها لي العنبر مع عيسى وهو وين وينوري وحبيدهان. فأكلنا منه وحان عنين نسف شهر بالنسكة بانسي عنين ودهاننا وانقصب كرني من ودك حيديسي شفديسي حتى ثار وحصان نقضي إلينا حق أنا أجسامنا شركة نقضي نقضي ضعيفي أي دبنا وصوان نقضي وهقاقي وانكونا لنا وانكو عيي اللي. فأخذ أبو عبيدة وحوق ابطي ضلع عن فات من أدراع فريسة كمنا فنسابه مركز التالي فعمد وحوق استي إلى أطول الرجل من معه رجع لسو عدنك وغدهرا ونيف جيرا كورك لك الساري أيوه يرى هاصبر. قال سفيان وحوق مرة ضريعا فاد من أدراع فريسة كمنا فنسابه وأخذ الرجل نمبو قاضي وبعير نيف جيرا كورك لك الساري نيف جيرا نوار ريدان نيك كورك لك الساري فمر تحت وهاصبه كمريدان من التابانين. قال جابر وحوق وكان الرجل من القوم وحاكمدها قومك يا رجاس عيدا كي صحابها نبى كمدها نحرق جور عي ثلاثة جزائر جمع جزوروي صدح نيف أو جيل مركل لقاعد شاذي نبى نو جور عي جيلي عرب عرفت ماشة جا قاية جو نبى بريبر الجهين اللي هذا جيل وذي بوها صحابي وانو يبان دونا قيس بن سعد بن عبادوها سعد بن عبادار دارين ديقس بوها قوس هان أبي ديقسيال وهاين أبي ديقسيال وهاين markii warkii soo gaaray oo la yiri nimankii saxaabada ahaa halka loo diray gaajay mujaahaysa yaa wuxuu yiri aabihiisa Sa'd ibn Ubadah hadii Qays waan qaanaaye uu ku jiro nimanka ayaga xoolo u gowrici doonaa buu yiri xoolo u gowrici doona oo ala damaanati wadimati damaanadiisa intuu qaado deyn saddex neef oo geel ah oo deenin reer Banu Jahayna wuxuu yiri nasi aan gowracano ciidanka u gowracay 300 nin weeyaan timirta midina ku siinay waasi intee waraystay oo yaa ku dhalay yiri Sa'd ibn Ubadah waa gartay waa ku aaminay. ثم نحر ثلاثة جزائر سدح كلو دنا جورعي ثم نحر وحو جورعي ثلاثة جزائر سدح كلو جورعي ثم إن عبيلة نهاه كريبي مركو أنت صيم راي يرجوج وحنا مج وحنا معها دينا ما بيحين قرتيدي. وكان عمر يقول وحوله ترى أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش بان كميرها فجاءوا وجا جوزين قال أنا وحول إن حر جورع ما هو جورع ولا كروي قال وحين حرت وان جورعي قال ثم جاءوا دنا وجا جوزين قال إن حر جورع هذا جاء جوذي محو قورع عيد قال إن حرت وان قورع قال ثم جاء وقى جوذي قال إن حر محو قورع عيد قال إن حرت وان قورع ثم جاء وقال إن حق أنه يتوى لك الرهبي مركز الدحات مركز دين توى لغا بحنوه مركز تمرتبى البحر ربا. حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط أيضا كي لو ما عدل جيش الخبط أبقض عنايي أيام بحناي أو أمر وحنا بأمير وأمنا وحاميرنا نقدر يا أبو عبيدة بن الجراح فجعنا وان قاتشونا جوعا قاتش شديدا ضرا فألقى البحر بضبا وحصات ورتحوتا ملاي يعني مرا حلوة مر قيلها صلى الله عليه مر أبقلها صلى الله عليه كذب دان إلهي بضع سكوبة بهذه ميتا حوتا ملاي ميتا بختيي وحي بضع صوت ورتح بختي أنا محوها ملاي هذه سمك هذه أنا والعنا يا وحل لنا ميتتان وكذي جنبي عليه السلام لما ميتي لما بختي وانا نوح على لي لما راسي وحوي السمك والجرات أيها إيه ملايقة أيها ميدة على سكعنا يا ويبنانت هاي لم نرى مانا أركن مثل وصوك ليقال له العنبر بالبيتر فأكلنا منه نصف شهر بالنسكة بالعنين. فأخذ أبو عبيدة ملك الله يا وحوق عظم اللف من علام اللي فيه سكمل وفاده فبر الراكب ومدوح صارمبا تحت وهصمري. فأخبرني وكيم ملك إشي إشي سكريا انت ودانا لقصد للدرنجر وصبك. فأخبرني أبو الزبير وحيو الرمي أنه سمع جابر يقول قال أبو عبيدة وحيري أبو عبيدة أبو عبيدة بن جراح كلوا عن أبو يري مركوا روا يري وميتة وبختي مركب مونا وقال الحديث كان النبي عليه السلام إنت الله فصحين بيت آيات القرآن ظاهر كذب وقعت يحرم عليك الميتة بختي وإنك حرام كذب من وين اجتهد وحجري مضرين بابتهم وبهنتين نفبا بينها هي سبا مركا أضاد مضر تهينا الضرورة تبيح المحظورات ويان مركا وعون كرتان وعنين النبي قال وقال هذا صلى الله عليه وسلم حجري ضرورة ما حلال ببنيتا أصل هم والرزق إليه نسيه. فلما قدمنا المدينة مكان مقال هذه المدينة قال ذكرنا ذلك للنبي ومشيقنا عليه السلام فقال كلوا رزقا حالوا يا عنا أخرجه الله إليه نسو صاري والرزق إليه نسو صاري عنا بدوا هذه صلاة فتي ميتين إليه بغتك بدوا حلال أدعمونا نقوذية وحنا نسيه إن كان معكم هذا حكا ودان إن حلال يتايبوا نبي سيت السربا فأتاه بعضهم مركضة وحيسيا بعضو حبن يعد هربه أولي فأكله النبي قال وعني صلى الله عليه وآله وسلم. باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9 هكذا والله أعلم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.